السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان في كل مكان، هذا درس آخر في الحلم والتعايش مع المشاكل المفاجئة. في اسطنبول عام 2018 في ورشة عمل لتبادل الخبرات مع اتحاد رعاية الأيتام حدث التالي. كان لي كلمة يومية في الصباح محفزة، تكلم عن السيرة، عن التاريخ، عن الشخصيات، يعني لكي نلطف بيئة الأجواء. فسألت سؤال لأستشعر لكل الناس الموجودة في الورشة، وكان معنا في هذه الورشة طارق البكري ومعالي العسعوسي وآخرين الحمد لله. ماذا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانينا؟ تخيلوا ما كان سؤاله لنا. فانفعلت فتاتان صغيرتان وأتيا إلى المنصة وبكت إحداهما وتتحدث عن مدى حبها وشعورها لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت رجدت شخصا يعلو صوته ويصرخ ويصيح قائلا: تأدب يا هذا، حتى لم يذكرني باسمي في التحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجبته قائلا: إن كنت أخطأت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حقيقة فأنا أعتذر، لكني لم أخطئ في حقك أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمر صائحا ولا أدري لماذا، وحاولنا تخفيف الأمر معه وتلطيفه بالاعتذار على أي شيء لم ترتكبه، ولكنه يريد ماذا؟ يريد نشر الفوضى بين الجالسين. حاولت تقبيل رأسه فنهرني وزجرني وأبعدني عنه. ثم فوجئنا بهذا الشخص يكتب على مجلة الحائط اللي احنا كنا عاملينها للناس كلها كلمة، وهي أنني أنا باسمي الشخصي أنني منافق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وأنه رفض تقبيل رأسي لأنني قد أنقل له الجراثيم مني. فكان تصرف غريب، عدنا نداوي في هذا الموضوع يعني ساعات، لكن تركناه ولم نزيل التعليق بتاعه من على جريدة الحق. هذا بعض التصرفات التي جعلتنا كيف نتعامل بحلم مع مثل هؤلاء الناس. وتعرفوا يا شباب ان هذا الشخص كان طبيب أسنان، يعني راجل مثقف متعلم، ونتمنى ان سبحانه وتعالى ان يكون يعني حسن النية كما أتمنى له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.